أنت اليوم عندما تبر أبوك أنت تسد فواتير قديمة. أنت عندما اليوم تبر أبوك وأمك أنت تسد فواتير قديمة. إذا اليوم أبي، إذا اليوم أنا أعطيت أبي مال، كم كان أبي في ضيق وأعطاني؟ بل والله بعض الآباء يخرج ليتداين، يخرج ليتداين لأجل مصروف ابنه إلى الجامعة أو إلى المدرسة، وابنه يذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة ولا يقدر أبوه ويأتي بعلامات لا ترضي أبوه، بل ربما يذهب إلى الجامعة ويصنع ما لا يرضي الله، بل ربما يترك محاضراته في الجامعة أو يهرب عن مدرسته، وأبوه كان يكدح إلى الناس، كان يدل نفسه إلى الناس لأجل أن يداينوه. أنت اليوم عندما تعطي أبوك المال كم أعطاك وهو في ضيق؟ أنت اليوم حينما تقف مع أبوك في محنته وقد كبر، كم وقف معك في محنته؟ كم مسح دموعه في الصغر وفي الكبر؟ تذكر ذلك جيدا. كم وقعت في مصيبة فانتشلك أباك منه؟ كم وقعت في هم فجعلك أبوك وكان أول من يقف أمامه؟ ترى الناس تقف معك، ترى الخلان يقفون معك، لن يقف معك إلا أبوك. بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله، قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.